احنا تمام. مجهزين ليها ومستعدين لا ولا يعني انا هنحصل عايز زي بس سنوات ايه نحرر الذهنيه من ان احنا نقيس المستقبل بالماضي، لان الماضي له ظروفه، والبرنامج ده اتعرض ايام الرئيس حسني مبارك في 2010 في قاعه الازهر المؤتمرات، والدكتور حسام بدرعي كان موجود وكلنا موجودين، والرئيس مبارك قال انا ما عنديش استعداد للنقله ده والفكر ده، وخليه زي خليهم ماشيين زي ما ماشيين. الرئيس السيسي الوحيد اللي قابل ان يتحمل هذه التبعه. نرجع بقى السؤال كان ايه؟ هو الحديث بعيد عن هي المرحلة في سن الكبر يعني. يعني احنا شايفين ان هو كبر مش هيستسلم تديني فرصه بدون مقاطعه. المرحله الثانويه اتفضل. يعني المرحله الثانويه بتشكل في التعليم بعبع او بتشكل مشكله. في تحديات موجوده في المرحله الثانويه، الدروس الخصوصيه، الكتب الخارجيه، السناتر. ان اللي متعلم في المرحله الثانويه وياخد فوق ال 95% ويخش كليه الطب والهندسه والصيدله بيصعد في اعدادي طب واعدادي هندسه واعدادي صيدله، والنتيجه موجوده. يبقى التفوق تفوق وهمي اللي هو استرجاع المعلومات. ليه بقى الثانوي؟ اولى ثانوي اولا هم 700,000 طالب. تمام. وموفرين لهم 1,000,000 تابلت. حلو. في 300,000 تابلت زياده. وموجودين الان. وفي مصانع اليوم. ليه بقى ليه الثانوي؟ لان انا هغير نظام التقويم في الثانوي ونظام التعليم في الثانوي. السنه الجايه معاه التابلت مجانا ومعاه الكتب المدرسيه. تمام. موجوده مع بعض. نمره اتنين، ده كلام الوزير والكلام اللي اتقال. تمام. نمره اتنين ان هو يمتحن اربع امتحانات في اولى ثانوي، ربع ثانوي امتحان، فياخد اعلى درجتين في اولى ثانوي. وتانية ثانوي السنة الجاية إن شاء الله بعديها أربع امتحانات ياخد اتنين، تالتة ثانوي أربع امتحانات ياخد اتنين. الجديد اللي الناس مش عارفاه بياخدوا أعلى اتنين، أعلى اتنين، ياخد أعلى ستة، هياخد أعلى ستة. عالميا الثانوية العامة شرط أساسي لدخول الجامعة وليس شرطا كافيا. يعني إيه ليس شرطا كافيا؟ في العالم كله إحنا بدع، إحنا بندخل من الثانوية العامة على الجامعة على طول على طول، وده تخلف. يعني بيخش جامعه بمعيارين، معيار التحصيل في الثانويه العامه وده مجموع وده زي الكليات العسكريه الان ملوش اي اعتبار. نمره اتنين اللي ليه اعتبار قطاع الهندسه، قطاع الطب، قطاع الطب والصيدله كله، وقطاع العلوم الانسانيه. ده بيمتحن فيه امتحان تاني قدرات وميول بتضاف درجته فوق درجه الثانويه العامه، وده اللي بيأهل لدخول الجامعه. طيب. معنى ذلك ان دخول الجامعه بمعيارين وليس معيار واحد. نمره اتنين مفيش دروس خصوصيه لان المدرسين في المدرسه لا ده يعتمد بقى هل انا قعدته قد ايه الاستاذ وهل الطالب فاهم ولا لا. اشرح الفكره اشرح الفكره لان مرتبه داخل المدرس. احنا مشكلتنا الماضي معشش دماغنا. الواقع الجديد ان الطالب هيبتدي يمتحن عن طريق في التابلت في اسئله هتجيله في مستوى التذكر والفهم والتطبيق، دول المستويات المتدنيه. بنديله مستويات اعلى اللي هو التحليل والتركيب والتقويم. الست مستويات بنديله درجات اسئله فيها، وموجوده بنك الاسئله، عملوا مركز التقويم والامتحانات المقطم ومعد استلمته جهاز سياديه هتوصل للتابلت بالارقام التابلت اللي مع الاولاد دي الاسئله في المدارس يتدربوا عليها ويدربوا عليها اخر السنه. يبقى هنا لا في دروس خصوصيه ولا في سناتر ولا في غش كمان ولا في كتب خارجيه ولا في غش ولا في غش. ده النظام الجديد. ما تقيسوش على الماضي لو سمحت. ما تقيسوش على الماضي لو سمحت.